يعني بيقولوا ان انا شمام وحرام. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي قولي العنوان وهاجي. حاضر. انا قصدي ما تيجي نتجوز. ما انا ما ينفعش اتجوزك. ليه؟ انت ما تمليش عينيا. امال مين اللي يملى عينك؟ شايفه الساحره الشريره؟ بتملى عينيا وتملى شارعنا كله. فيها ايه زياده عني؟ دي كلها زياده عني. ارجوك اتجوزني والنبي عشان خاطر اتجوزني. يا ست بيت، يا تتجوزي انت يا اتجوزي انا. اتجوزك انا وارحمك من العذاب. اتجوزك. ما انت بايره يا بت صح؟ سبحان الله، ابوك الملك وبايره. سبحان الله، ربنا ما بيديش كل حاجه. وانا بيتجوزني حرام عليك. خلاص انا هتجوزك، بس عندي حل بسيط لازم نعمله. ايه؟ احنا نعمل فيديو على الدب سماش. لو جاب لايكات كتير اتجوزك، ما جابش لايكات نمشي مع بعض في الحرام. ها يلا. واقول يومين دول كل الناس بتعمل فيديو على الدب سماش ده، خلاص ده الشعب اتهبل من الدب سماش. والله الناس تعبت، تلاقي دكتور في الجامعه، دكتور راجل دكتور بالليل عامل فيديو، يقول لك طب عم حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. شوفي دكتور الصبح ومهزق بالليل. اه والله العظيم ده ما في. وتلاقي واحده اموره شمعه، شمعه بلسم، تقول لك ايه يا عم الشانول. طب ده كلام؟ فيلا نعمل فيديو بسرعه. يلا استنى بس طلع الموبايل. يلا هتعملوا لي لايك 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 لايك، هعمل لكم لايك 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 لايك. هتقولهم لي نيلي نيلي، هقولهم لك شرقان شرقان. ده احنا هنولع الدنيا على الانستغرام. يا ابني يا ابني ما تضايقنيش. عايز ايه؟ اطلع اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر ماشي. يلا باي 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 باي. انا لازم انتقم من الحرامي الجبان ده. ما تقلقيش، زمان حارس الكهف دلوقتي بيفلقوا اتقالي بس. ازاي؟ استرها يا رب العالمين. ايه ده؟ طب دي عروسة البحر، انما دي ايه؟ حفل زفاف جماعي؟ لا استنى انزل اشوفكم عن قرب، انا مش عارف شربونا ايه، مش عارف والله، الدنيا ضايعه معايا. ولا ايه ده؟ ايه ده ده؟ ده بتاع جناب القرصان يتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. مدفع الافطار اضرب. برغم ان انا على سفر بس محافظ على صيامي. الحمد لله على السلامه. مين الكائن ده؟ دي الساحره الشريره. انت مين؟ انا الساحره الشريره. ثواني كده. الساحره الشريره. لا حلوه دي، عايز اعمل واحده قرايه والله. بقول لك انت الساحره؟ والله انا صايم من الصبح يا ساحره، ما اكلتش اي حاجه. صايم ايه يا جدع؟ ده انت بقك كله احمر اهو. لا ده من البوس ده، ما اكلتش والله. ما اكلتش ايه؟ والله ده انت ناقص تاكل سنانك. بطلي ودوري تاني، بطلي ودوري. اهدي اهدي، مالك يا حاجه؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت الساحره اللي بتطير على المقشه دي؟ لا انا بطير كده في الهواء. امال بتاخدي دي معاكي ليه؟ باني البيئه السرعات. انت ساحره مانوال يعني؟ مع ان والله شكلك 4x4. طب أستأذن أنا بقى يا أميرة. يلا سلام. سلام يا معلم. يا دي النيلة، النبي أخ. إيه؟ إديني سقة. لا أنتوا غيروا الفلاتر بقى وما تقرفوناش. يلا يلا بقى يا حاجة يلا. يلا. الحمد لله كانت في منزل فجريت على طول. إيه يا مولاتي؟ سايبانا للقرصان يخطفنا، بصي ملبسنا لبس بتوع العرقسوس. ليه كده يا مولاتي؟ أوعي يكون في حد أذاكي أو فكر إن هو يأذيكي. انت اكتر حد بيحبني في الدنيا دي يا عوض. ما تقوليليش يا عوض، قوليلي يا عو. يا عو، ما تيجي نتجوز يا عو عشان خاطري. ما ينفعش والله يا مولاتي. ليه؟ ما ينفعش خالص يا مولاتي، انت اميره وانا مجرد حارس عند ابوكي. يا بيبي مش مشكله، نبداها مع بعض. يا بيبي في اميره تقول يا بيبي. يا مولاتي والله الجرايد ما هتسيبك في حالك وهيبهدلوكي، هيطلعوا يقولوا ارتباط الاميره شمس بحارس ابيها، هل وراء هذا سر قذر؟ هديه العدد بوستر حمدي الوزير.
والله ما هيسيبوك يا عم. يا عوض انا ما يفرقش معايا كلام الناس، المهم نبقى مع بعض يا حبيبي. مش هينفع والله، مين اتجوز؟ مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع يا اولاد. بتضربني يا حارس يا جربوع؟ انا مش حارس، انا اخوكي. اخويا؟ ايوه اخوكي. طب ازاي اخويا وانت لونك اسود وانا لوني ابيض؟ لا بابا لونه كرهات وما اتكلمش. انا احكي لك الحكايه. باباك الملك كان معروف عنه ان هو راجل بطال، يعني كان راجل صاحب كاس وبطولات. وبقول اي كلام انا. المهم باباكي ايه، انا سخن النهارده. باباكي عمل ايه؟ خد السفينه ومشى على 180، فجاه قابله كمين في قلب البحر. طلعت له ست غلبانه من الميه بتقول له مناديل يا ابني، غمز لها. اول ما غمز لها ايه الكذب ده؟ انا ابويا الملك يغمز لواحده جربوعه؟ يعني انت متضايقه ان هو غمز ومش متضايقه ماشي على 180 وكمين في البحر؟ كل ده منطقي والغمز هو اللي غريب؟ طب كمل كمل. المهم اول ما غمز للست دي راحت معاه، اصل الست دي اي حد يغمز لها بتروح معاه. مين الست دي؟ الست دي امي، وانا فخور انها خلفت كلب زي يتكلم عليها كده بجد. وجيت هنا عشان اقول لك ان انا اخوكي حبيبي. يا عوض يا اخويا، يا انا مقلف في القصه دي كلها عشان امسك ايدك. ما تقول كده من الاول، امسك اهي. ايه ده عادي؟ والدنيا ممكن ابوس؟ ايه ده وسيبانه اكذب واروح النهارده؟ انت اميره مانجا. والله بقول اي كلام النهارده. ايه ده؟ خرسيت يا حكاوي. انا سكران يا عوض. الحق ده بيقول لي يا عوض. جري يا مولاتي. سكران 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 يا عوض. مالك قد حلوي كده ليه؟ يخرب بيتك وشعرك ماله؟ اصل انا بستعمل كرمليزه بالبرسيم. بقول لك انت ما جيتش تسكر معانا ليه امبارح يا عوض؟ يا عم انا سكرت معاكم بس انتوا اللي دماغكم خفيفه. بس انت حلويت ياض ودماغك بقت ما تجيب بوسه يا ده عوض. بس 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 الاميره واقفه. سمو الاميره. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ملك وحشيتك اللي ليها سمو الاميره. ذنوب. ذنوب ايه؟ انت اوعى يكون حد اتعرق، اوعى يكون حد اذاكي. اذاني؟ ده ما يبقاش انا وليا، الحد فكر يديني. ايه ده ايه ده؟ انت انت مالك بقيتي بلدي كده ليه؟ بلدي ولا فينو؟ ايه البواخه دي؟ لا قولي حاجات حلوه ده في وش. انا انا مش هقول بلدي ولا فينو. ما هو طالع بلساني. بقول لك يا سمو الامير، انا هقول لك بصراحه بقى، انا بحبك وعايز هاتي بوسه. فوق يا حكاوي، يا حكاوي فوق يا حكاوي. ايه ده؟ استغفر الله العظيم، فجاه لقيت نفسي من سنتين. الحمد لله. ايه يا حكاوي انت سكران؟ سكران والاميره في خطر. الاميره في خطر؟ ايه اللي وداها خطر؟ خطر ايه؟ بقول لك خطر، دينجرس. ايوه سمو الاميره، انت حياتك في خطر، تعالي بسرعه عشان اخبيك. خد انده على زياد بسرعه. ماشي. ها اتفضلي يا سمو الاميره بسرعه. يا ام الجزيره اللي احنا مرتين. ايه يا رب الجزيره الناشفه دي؟ مفيش زبون واحد استرزق منه؟ ايه ده؟ اعوذ بالله يا حلاوه. الله بس بقى في ايه؟ انت يا حلاوه يا قمر. يا سم. انت يا واد يا مز. ايه ده ما عندكوش اخوات قرود ولا ايه؟ تعالى. طب لما اقول لك. ايوه تعالى تعالى بس. ايوه. هو انت الراجل الوحيد هنا على الجزيره؟ هو انا الوحيد اللي هنا على الجزيره؟ موضوع راجل ده نتناقش فيه بعدين. انما انت مين؟ انا عيون. انت مين؟ انا ودان وبابا بطنه. انت جاي تكشفي؟ انت دمك خفيف قوي. لا ده النهارده مانجا. هو انت متجوز؟ انا متكلم على بنت خالتي في الفيوم. متكلم عليها ازاي؟ بنقعد على القهوه انا واصحابي نقعد نتكلم عليها يعني. ودي كانت لابسه جيبه امبارح، شفت الفاتحه لحد هنا. هو اللي بيتكلم على واحدة بيلبسها. والله أنا عارف. سألين. طيب دي بنت خالتك في الفيوم وإحنا هنا في الكاريبي، يعني محدش هيحس بحاجة. ممكن حد من قرايبي يقول لها إن إحنا في الكاريبي. والله ما تنطنيش. يا سلام. والله. لا أنا عرفت، أنت مش عايز تتجوزني عشان أنت شايفني وحشة، صح؟ بصراحة دي الحقيقة. بص أنا حلوة أتجوز واحدة بالمنظر ده. أنت؟ يا ابني أنت ما عندكش مرايات في بيتك ولا إيه؟
والله العظيم عندي، عندي مراية كل يوم واقف قدامها ولا يا مرايتي يا مرايتي، قولي لي في حد أحلى مني؟ وبتقول لك إيه؟ بتقول لي أقولهم لك بالترتيب الأبجدي؟ مراية لمضة أوي. صدق هتقولي مفيش. والله صعبت عليا. والله حالي يصعب على الكافر. تصدق هتجوزك؟ بجد والله؟ اه والله. كده بلوشي؟ اه زكي على النفس. والله انت اميره طيبه. بس انا عايزه شبكه الاول. يا سلام، بص انا واثق ان انت بتحكي عليا، بس هجيب لك شبكه عشان حبيتك. طب هي فين؟ في المغاره بتاعتي. انت عندك مغاره؟ مغاره في كومباوند ده، ايجار جديد تحفه. طب ما تيجي توريها لي. تعالى اوريك. هي بس عايزين نعمل المغاره بروسلين ونعمل جنينه عند ونركب ورا حائط على الحائط. ما تموتناش والله، احنا ما عملناش حاجه، والله ما عملنا حاجه. والله ما عملنا حاجه، ما تموتناش. لا هموتكم، هقتلكم يا كراسنا يا اشرار. وقف عندك يا كرسان انت وهو. والله ما عملتش حاجه، ما تموتنيش. وان البتاع دي واسعه قوي، هتعمل ايه؟ ما تموتنيش والنبي. لا هضربها فيك دي. لا ده هتعمل صوت عالي، والله مش عايز اترش قبل ما اموت. اترش انا بتقول ايه؟ يلا بقول لك هقتلك. والله البوز واسعه قوي، نزله من النضاره والله ما يجيش في وشي. جيش في وشك بقول لك هقتلك، انت خايف على وشك؟ والنبي ما تموتني والنبي، في ايه؟ انتوا يا ابني مش كراسنا؟ لا والله احنا مش كراسنا. امال انتوا ايه اللي جايبكوا هنا؟ انا بني ادم عادي رايح كوستاريكا، هي دي مش كوستاريكا؟ كوستاريكا ايه يا انت مجنون؟ يعني الجبل ده مش كوستاريكا؟ ده مش جبل، احنا نعرف ايه ده اصلا؟